خليك فاكرني. فكرة اللي خلف ما ماتش دي في حد ذاتها أصلا مسؤولية. عائلة محمود حميدة تلفت الأنظار في نقلة عام لما عرفت إن أنا هعمل دور بنته واتخضيت كده شوية. أنا أحمد الشربيني، أنا بشتغل سواق في هيئة النقل العام. تفاعل كبير على السوشيال ميديا مع الحلقات اللي بتنعرض حاليا من مسلسل نقل عام، واللي بيتناول قصة اجتماعية فيها دراما وكوميديا في نفس الوقت، من إخراج عادل أديب، وبطلها محمود حميدة اللي عنده أولاد كتير، بيكون من بينهم محمد محمود عبد العزيز اللي بيقدم دور فيصل، وكل المشاهدين معجبين بأدائه وبيترحموا على والده الراحل محمود عبد العزيز وبيقولوا اللي خلف ما ماتش. الستات أمانكم في الفلوس بس. بشوفها طبعا إيجابية جدا، محمسة جدا، على قد ما هي حلوة على قد ما بترعبني أكتر طبعا، لأنه فكرة اللي خلف ما ماتش دي في حد ذاتها أصلا مسؤولية كبيرة قوي. فطالما الناس وصلها ان الحمد لله ان انا مش بعمل ده بشكل غلس او بشكل مفتعل او بشكل بتاع، فتمام جدا والحمد لله ان الناس عاجبها. وحتى الكواليس كان فيها عفويه كبيره والكيمستري بين الكل. وما عرفوش منه هو خاله ولا حد يكلمه ولا حد. في هارموني ظريف جدا، في حاله حلوه جدا مع استاذ محمود حميده، مع مدام سوسن، مع استاذه دينا، مع استاذه سميحه ايوب، مع كل الشباب المشارك في الموضوع، مع استاذ عادل اديب طبعا. كلنا قاعدين، هتلاقي اغلب الوقت حتى البريك في النص المفروض كل واحد في البريك ده بياخد اكله ويروح يقعد يريح بتاع. هتلاقينا لو موجوده كمان شويه هتلاقي ان الترابيزه موجوده وكلنا قاعدين بناكل مع بعض. وفي الفيديو ده شفتوا عائلة أحمد الشربيني اللي بيقدمه محمود حميدة، واللي بتكون من بينهم بنته الكبيرة هاجر الشرنوبي. أنا بحبه أصلاً، بحب أستاذ محمود من قبل ما طبعاً بحبه من زمان، وكان نفسي أشتغل معي. فأنا لما عرفت أن أنا هعمل دور بنته واتخضيت كده شوية. أنا حسيت أن تقف بجد شخصية بسيطة وقريبة من الناس وبتمثل شريحة كبيرة من المجتمع. كنت حابة أن هي تبقى طالعة زي ما هي مكتوبة وزي ما اتنقلت لي وزي ما أنا حسيتها، وأنا حبيتها جدا. هي شخصية طبيعية خالص وبسيطة يعني، بصي على الله يعني. والبنات في العيلة هم اللي مولعين الأحداث، زي دور عائشة اللي بتلعبه صولا عمر، وهايدي رفعت اللي بتقدم دور سندس، وأكيد أميرة أديب اللي بتشتغل لأول مرة مع والدها المخرج في عمل واحد. ده كان حلم من أحلامي، وهو حتى في الأول ما كانش موافق إن أنا أبقى في المسلسل. أستاذ ريمون هو اللي مرشحني وبأشكره جدا على الفرصة دي. فلما ما كانش موافق أنا كنت متضايقة جدا، لأنه أنا فعلا نفسي كممثلة بقى أشتغل مع مخرج زي أستاذ عادل. والله أنا مبسوطة جدا من دوري. الحمد لله الحمد لله الناس شايفة أنه مختلف عني كأميرة اللي عارفين على السوشيال ميديا، فده أكتر حاجة بتجيلي فبسطاني قوي، علشان الشخصية هادية ورقيقة وبتحب تذاكر، وده مش أنا خالص. معظم الناس متفاجأة أن أنا بمثل حاجة كئيبة بالشكل ده، يعني الناس دايما متعودة أن أنا بعمل حاجة كوميدي بضحكهم إفيهات مش عارف إيه، فدلوقتي أنا بعمل حاجة كئيبة وحزن يعني. بس فكانت احسن الكومنتس اللي جات لي، انا مش مصدقه ان انت بتعملي حاجه كئيبه قوي كده، بس انا برضو بضحك. يعني الحمد لله مبسوطه جدا. اول حاجه انا اشتغلت مع استاذ عادل اديب، دي فرصه جميله جدا وانا سعيده بيها، ومبسوطه من رد فعل الناس، ان كل الناس عماله تقول انه مفتقدين النوع ده من المسلسلات. بس فالحمد لله. ودوري اول ما طلعت قالوا دي قصه حنين حسام بس، فالله اعلم. صراحه مبسوطه. واللي ماشي في خط لوحده وعامل اجواء خاصه بيه هو الطفل عبد الكريم اللي بيقدم دوره ادم النحاس. عندي مشاعر فياضه، بعمل حاجات كتير قوي يعني ما غلط. كدوري في المسلسل انا ما بحبش خالص المذاكره، فما بذاكرش. انا عندي معلومات كتير جدا 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 في المسلسل، ما ينفعش تبقى عندي في سني خالص. دايما قاعد بعرف حاجات من على الانترنت، مش اي حاجه. خليك فاكرني.